السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تعليق من البرلمان النهاردة عن انعقاد الامتحانات في مواعيدها، إيه اللي حصل؟ طبعا النهاردة الدكتور طارق خلاص أكد الامتحانات في مواعيدها، وتم حذف خلاص من الجدول المواد التي لا تضاف للمجموع، فاستعدوا بقى وخلاص وسيبوها لله، وإن شاء الله خير، إن شاء الله إن شاء الله خير. دايما توكل على الله، وطول ما أنت معاك ربنا دايما معاك حسبي الله ونعم الوكيل، فهو ربك عز وجل قادر على كل شيء. البرلمان النهارده علق على انعقاد الامتحانات، قال لك انعقاد الامتحانات في موعدها شيء كويس، واكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ان امتحان الثانويه العامه ستتم وفق الاولويات الموضوعه والتي تعطي الاولويه لصحه المواطن وتامين مستقبل الطلاب. وقال في جلسته النهارده ردا على مطالب النواب بالغاء امتحان الثانويه العامه في ظل مخاطر الكورونا، امتحان الثانويه العامه هتعقد في شكل لجنه عامه واحده على مستوى الجمهوريه، هيتم اجراءها في ظروف تضمن المحافظه على صحه ولادنا، فاطمنوا. القياده السياسيه معنيه بهذا الامر، الرئيس السيسي فعلا قال لكم ما تقلقوش، بس احنا الطلبه في طلبه خايفه كتير جدا، فما تخافوش، دايما سيب قدامك كده فراغ ان ربنا عز وجل موجود، ما تحطش في دماغك ان انت هتروح تتصاب او الكلام ده كله. واضاف كمان ان الثانويه العامه تحدد مستقبل الطلاب في الدراسه بمحافظات على المعايير العلميه والاجراءات الصحيه كلها موجوده، فلن يتم عمل اي شيء الا بتنسيق مع اللجنه العليا المسؤوله عن اداره ازمه فيروس كورونا المستجد، والمشكله بتدرس وفق اولويه المحافظه على صحه ولادنا وتطبيق المعايير العلميه والصحيه، ومصر تستوفى هذه المعايير. قال لك كمان ان وزير شؤون المجالس النيابيه علاء الدين فؤاد بيدوم ملاحظات النواب وهيبلغ بها مجلس الوزراء اول باول. ده كان قرار من البرلمان اللي هو برضو حاطط قدامه اولويه الثانويه العامه، الرئاسه بتشوف الثانويه العامه، كل مصر كلها، العالم كله بينتظر يوم 21. يا رب اجعله يوم خير، اجعل كل ولادنا في امن وامان. 7 ايام للادبي وسبع ايام للعلمي، ما عدا علم الرياضه هتبقى زياده شويه، بس ربنا يحرسكم. المشكله اللي سايبين الازهر مش عارفين نتكلم عليه، مش لاقيين حد يتكلم يقول الازهر هيعمل ايه اللي بينزل كل يوم. ربنا يحفظ ولادنا كلهم، سواء ازهر تربيه وتعليم، سواء تعليم فني، ربنا يحفظكم كلكم. انتظرونا كل جديد واكيد على قناتكم قناه اجيال اندلس. ده كان اول تعليق من البرلمان، اي جديد ان شاء الله يكون معنا اول باول في قناتكم قناه اجيال الاندلس. في امان الله.